أهلا بكم من جديد مشاهدينا. هل مفوضية الانتخابات جاهزة فعلا لإجراء انتخابات في 60 بلدية؟ ولماذا غابت كبرى البلديات في الشرق مثل بنغازي وطبرق والتركيز كان على بلديات صغرى؟ وماذا عن التحديات الأمنية في البلديات؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نطرحها للنقاش مع ضيوفنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس. معنا كل من الخبير في انتخابات المجالس البلدية السيد سالم بن تاهية، ومعنا أيضا من هناك عبر الأقمار الاصطناعية المستشار القانوني وعميد بلدية غريان سابقا السيد يوسف بديري، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الكاتب والصحفي السيد رمضان معيتيق. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك سيد سالم حول هذا الموعد الجديد الذي أعلنته مفوضية الانتخابات حول الانتخابات المحلية أو انتخابات مجالس البلدية. هل يبدو لك بأن هذا الموعد الجديد ستكون الظروف بالنسبة له مواتية أكثر من الموعد السابق في يناير الماضي، عندما قالت المفوضية أنها عملية المجالس انتخابات مجالس البلدية ستنطلق فعليا؟ ما الذي تغير بين الموعدين؟ مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين والأخوة الضيوف، ونشكركم على هذه الاستضافة. طبعا المفوضية أعلنت الانتخابات انطلاق المجالس البلدية في بداية شهر يناير على اعتبار استلام الميزانية، ولكن الميزانية تأخرت، والآن حتى الآن الميزانية غير مكتملة، ولكن يوجد جزء تم استلامه، وبالتالي قسمت المرحلة العملية الانتخابية للبلديات اللي هي منتهية الولاية إلى 3 مجموعات، والمجموعة الأولى ستبدأ بإذن الله انطلاق في 9 يونيو ومذكورة حوالي 60 بلدية، وفي كافة مناطق ليبيا شرق وغرب وجنوب. طبعا البلديات الكبرى فيها تكاليف، وبالتالي حتكون في المراحل الثانية والثالثة. وبالتالي انه غير البرنامج، وطبعا في استعدادات في استعدادات من ناحيه التدريب ومن ناحيه التجهيز، والبرنامج هو متكامل من ناحيه التجهيزات والتدريب في كافه المناطق، ولكن تحديدا العمل سيبدا ب60 بلديه الاولى كمرحله اولى. اذا كانت الاموال غير متوفره بشكل كامل سيد يوسف الديري، وهو جزء من الأموال كما يتحدث ضيفي هي من توفرت الآن لمفوضية انتخابية للانتخابات حتى جاء هذا الإعلان، تعتقد بأنه بالتالي أنه هذا توقيت الإعلان مناسب حتى تجرى هذه العملية الانتخابية المنتظرة منذ مدة طويلة؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين والسادة الضيوف. طبعا لا أعتقد أنها ستنجز الانتخابات بهذا الشكل وبهذه الكمية من عدد البلديات، والأمر في إشكاليات سابقة متراكمة من لجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ثم تغييرها بالنقل اختصاص إلى اللجنة المفوضية العليا للانتخابات. ما زالت المشاكل تدفع إلى الأمام. المشكلة الحقيقية في المجالس البلدية في حد ذاتها حتى القائمة هي مشاكل أساسية وجوهرية في نقل اختصاصات وفي عمل المجالس البلدية بشكل عام، ويعتبر أي انتخاب مجلس بلدي جديد هو نفس التوريط للمجالس البلدية الجديدة كما في السابق، لا يوجد أي تغيير. بالنسبة للميزانيات هي مجرد حجة. طبعا المجالس البلدية عمرها المفترض وفق القانون 59 سنة 2012 بشأن الإدارة المحلية هو 4 سنوات، وتبدأ الإجراءات في الانتخابات المجالس البلدية تبدأ في قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل 60 يوم، فهذا للأسف ما زال الأمر مستمر كأنه يعني مواسم معينة تجرى فيها الانتخابات، وهو غير صحيح قانونا ولا إدارة. فيفترض أن تكون كل مجلس بلدي يتم انتهاء مدة بشهرين على الأقل يشرع في الإجراءات الانتخابية لتغييره. عندما تصف الأمر بأنه كأنه أمر موسمي أو حالة موسمية يتم فيها الانتخابات، لماذا في تقديرك الإشكال متعلق في الحكومات التي تعاقبت على المشهد طوال سنوات الأزمة، أم لطبيعة اللجان التي اختيرت حتى تسير عملية الانتخابات، أم لقوانين بعينها؟ ما الذي صنع كل هذا المشهد؟ كثيرة من الأسباب بما فيها نقل هي اللي هو
تجاوز أو تغيير القانون رقم 59 الذي نص على أن تكون إدارة الانتخابات المحلية والانتخابات البلدية بلجنة مركزية تقترح من وزير الحكم المحلي وتصدر بقرار من رئاسة الوزراء، وهذا تم تغييره بقانون الجديد اللي رقم 20 لسنة 2023 بشأن نقل الاختصاصات لمفوضي العليا للانتخابات. فهذا جزء من الخربطة واللخبطة اللي حاصلة في إجراءات الانتخابات بالإضافة للانقسام السياسي. فهذا الأمر أصبح في إشكالية كبيرة، يعني طبعا في مجالس بلدية تعتبر ليست منتخبة ومستمرة لأكثر من 8 سنوات، أعتقد لازالت منذ أكثر من 8 سنوات هي مجالس ليست مجالس منتخبة، وهناك من عين تعيين وهناك من كلف تكليف، وهذا الأمر مازال الأمر غير واضح، ولا توجد قاعدة عامة التي يفترض أن تكون لإجراء الانتخابات في كل المجالس البلدية وليس الانتقائي. إذن سيد معيتيك، بين هذين الرأيين، بين أنه يمكن المفوضية أن تجري هذه العملية الانتخابية حتى وإن كانت الأموال التي سيلت إليها ليست بالقدر الكافي كما يصف ضيفي السيد بنتاهية، أو بين نظرة السيد يوسف بديري بصعوبة إجراء هذه الانتخابات أو يستحيل أن تجرى هذه العملية لعدة معطيات تفضل بها ضيفي قبل قليل وربما استمعت إليه بشكل واضح، وبالتالي نسألك في ذات النقطة عن وجاهة هذا الموعد المحدد من قبل المفوضية حتى تجري هذه العملية لنحو 60 بلدية في المرحلة الأولى. مساء الخير نبيل، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين. موضوعيا سأكون ما بين الرأيين، يعني لأن كل الرأيين فيه من الوجاهة وفيه من الموضوعية الكثير. أولا بالنسبة لهذه الانتخابات البلدية، في الشق الأول يمكن أن لا تحتاج إلى الكثير من المصاريف، فبالتالي نحن نعلم بأن أولى الخطوات هي فتح باب سجل الناخبين، وهي مسألة فنية صرفة، لا تعتمد الكثير من الموظفين، لا تعتمد إلى الكثير من انفاق الأموال. فبالتالي عندما تحدد المفوضية هذا الأمر بإمكانها أن تنجز هذه المرحلة، خاصة بالتنسيق مع بعض القطاعات الأخرى من الدولة المعنية بمنظومة الرقم الوطني وما شابهها. فبالتالي هذا الأمر بإمكانها أن ينجز، وخاصة بأنها قسمت البلديات المستهدفة إلى عدد لا يعتبر بالعدد الكبير، فمسألة إنجاز هذه المرحلة لا تعد من المراحل الشاقة، ولا أعتقد منها يعني سوف تشكل عقبة كبيرة أمام المفوضية. لكن أيضا ما ذكره سيادة العميد السابق الأستاذ يوسف يعني فيه من الوجاهة الكثير. يعني القانون رقم 59 سنة 2012، يعني هذا القانون أنا شخصيا أراه يعني من ضمن يعني أفضل القوانين التي أصدرت من بعد ثورة 17 من فبراير، لكن للأسف الشديد يعني ما الذي يطبق من هذا القانون، وخاصة بأنه تبع بالكثير من اللوائح التنفيذية وتعديلاتها، يعني بداية من القرار رقم 4448 الذي يعني لسنة 2013 الذي وضع اللائحة التنفيذية لدى القانون، ثم جاءت دواليك يعني الكثير من اللوائح التنفيذية الأخرى لم تستطع أن تطبق ما في القانون. يعني هذا القانون يعني لو ركزنا فيه أخي نبيل سنلاحظ بأن الجزء الأكبر فيه يتحدث عن المحافظات. هل استطاعت الدولة الليبية الوصول إلى هذه الصورة من الإدارة المحلية ورسخت المحافظات؟ أين مجالس المحافظات؟ أين أعضاء المحافظات والصلاحيات التي منحت إلى المحافظ؟ والقانون رقم 9 الذي يعني خول حتى عميد البلدية الآن بصلاحيات المحافظ. فبالتالي يعني الصورة الشكلية من القانون رقم 59 هي فقط ما نفذت، لم تنفذ منه إلا الانتخابات البلدية وتشكيل هذه المجالس البلدية ثم إقحامها في الواقع، لم تسيل لها الميزانيات الكافية، لم تمنح أصلا الصلاحيات التي من المفترض أنها موجودة في القانون رقم 59. هل تعلم بأن مثلا على سبيل المثال القانون رقم 59 منح عميد البلدية صلاحيات الوزير لكل القطاعات داخل اختصاصه الإداري، لكن تحجت كل هذه القطاعات
بعدم نقل الاختصاصات. على سبيل المثال أيضا يعني بعض الجهات والقطاعات ذات الصبغة المحلية لا تتبع بشكل مباشر إلى البلديات، ومن ضمنها أهم جهازين وهو الذراع الشرطية للبلدية وهي الحرس البلدي، حتى هذه الساعة لا تزال تتبع لوزارة الحكم المحلي، وكذلك الذراع التنفيذية الخدماتية وهي شركات الخدمات والنظافة، لا زالت حتى هذه اللحظة أيضا تتبع لوزارة الحكم المحلي، ولا صلاحية لعميد البلدية ولا المجالس البلدية على هذه الشركات، ما بالك بباقي القطاعات الأخرى. أيضا مسألة التحويل أو القانون رقم 20 الذي نقل هذه النقلة الكبيرة جدا من وزارة الحكم المحلي أو اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التي كان على رأسها في يوم ما الأستاذ سالم بن تاهية وأبلغ بلأ جيدا، لماذا نقلت في ظل هذه الظروف يعني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؟ بطبيعة الحال لو حدث هذا الأمر في سنة 2012 لكننا كنا فعلا أيدنا هذا الأمر، وأصبح هناك جهاز واحد مستقل في الدولة الليبية معني بالانتخابات. لكن الآن عندما نتحدث في 2024 أعتقد بأن وراءه أشياء سياسية، خاصة بأن السيد عبد الحميد البيبة يعني كان يعني حاول أن يحاكي يعني مسألة الانتخابات، وكان لوح أيضا بأن الانتخابات البلدية قد تكون نوعا ما بديلا للانتخابات يعني البرلمانية والله. التي تحدث عليها عقيلة صالح وفي غير ممر. فبالتالي أتوقع بأن سلب هذا الاختصاص يعني وضع العملية كلها في برمتها في خطر، عندما يعني قاعدة البيانات التي جمعتها اللجنة المركزية للانتخابات البلدية الآن أصبحت كلها مضروبة. واضح تماما سيد معيتيك، هذه النقاط سنأتي إليها معك لاحقا، مسألة عما إذا كان هذا الدمج أو توحيد اللجان المركزية في لجنة واحدة وهي الآن تسمى الآن مفوضية الوطنية على الانتخابات أم لا، لأن هناك من يرى بأنه حالة من حالات إنهاء حالة انقسام على مستوى المؤسسات في هذا البلد، ولا يمكن قراءته في سياق الخلفيات السياسية. سأعودك حتى أفصل معك في هذه النقطة. لكن سيد سالم بن تاهية، أنت أشرت إلى نقطة الأموال التي ربما هي من صنعت هذا الإعلان حتى وإن كان بشكل جزئي للبلديات المستهدفة. لكن يقول لك البعض الآخر يقول لك بأنه المسألة ليست متعلقة فقط بالبلديات، إنما حتى بالأجال والمدد الزمنية ليوم الاقتراع، ما دفع أيضا المفوضية إلى القول بأنها طالبت من الإدارة العامة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة إلى غير ذلك مما جاء في القرار. ألا يبدو أن المفوضية الإجراءات أو العملية برمتها لا تبدو مكتملة حتى يعلن الآن موعد فتح سجل الناخبين في 9 يونيو عبر المؤتمر الصحفي؟ سيد سالم كيف تراه؟ طبعا احنا بالنسبة للانتخابات البلدية عاصرناها من 2013، وتم استكمال في العهد الفترة اللي كنت فيها في اللجنة المركزية لغاية سنة 21 أكثر من 135 عملية انتخابية للبلديات، بما فيهم زميلنا وأخينا الأستاذ يوسف عميد بلدية غريان اللي تم انتخابه في 2014. بعد ما خرج طبعا في الفترة الأخيرة سنة 2023 وقبل خروج صدور قرار 20 كانت الانتخابات البلدية مستمرة في المنطقة الشرقية والغربية حتى في ظل الحكومتين، وبالتالي حدثت ليبيا شاهدت أكثر من 150 عملية انتخابية للبلديات، وبالتالي الانتخابات البلدية ليست لا توجد ويعني أمامها عوائق سياسية أو تهديد انقسامي كما عرق الانتخابات العامة واستفتاء الدستور. فبالتالي يعني وفي من الإيجابيات طبعا للأسف بعد الانقسام اللي حدث والمؤسسي هناك كانت لجنة مركزية في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بالقانون 20 أنهى هذا الانقسام، والآن توجد مؤسسة واحدة اللي هي المفوضية ومستقلة عن الحكومتين، وستقوم بإذن الله بانتخابات المجالس البلدية، ومما يعطي قوة للعميد المنتخب لأنه سيكون منتخب من جسم هو المجلس البلدي من جسم مستقل يختلف عن أي تدخل من الحكومات. فبالتالي يعني هذا إيجابي للمجالس البلدية وأرى أنه يكون مفيد ومهم.
طبعا بالنسبة للأموال في توقعات أنها ستأتي بإذن الله أموال أخرى، فهذا الأمر تم تقسيمه إلى 60 بلدية كمجموعة أولى. 60 ليس بالعدد الهين والصغير، بل هم البلديات كامل البلديات اللي هم منتهية ولايتهم القانونية ومفروض يقبلوا انتخابات 106 بلدية، فستين منهم أكثر من حوالي قريب 60% من البلديات، وحتى البلديات الأخرى ستكون لاحقة في إجراءات فيما يخص تسجيل الناخبين والإجراءات اللي بعدها كلها عدة مراحل من الانتخابات، وأي مرحلة تستكملها ما ترجع لهاش وتستمر للمرحلة اللي بعدها، ففي خلال الفترة القادمة سيتم إعلان عن بقية المراحل. المهم العملية بدأت وهذا مبشر في أن، لكن ألا ترى بأنه كان يجب تحديد مراكز الاقتراع انتخاب البلديات قبل أن نذهب إلى مسألة فتح سجل الناخبين سيد سالم؟ لكن ألا ترى أنه من الواجب يتم إعلان عن مراكز الاقتراع حتى يستطيع الناس معرفتها قبل أن تبدأ المفوضية في إعلان فتح سجل الناخبين؟ ألا يبدو لك أنه هذا الإعلان لم يكتمل من حيث مختلف جوانبه واحتياجاته؟ مراكز الاقتراع مبينة في إعلانات المفوضية ومعروفة، لأن التسجيل هو عبارة عن بالرسائل النصية، وبالتالي لابد للمواطنين يكونوا عارفين أرقام المراكز. تم وضع لوحات على المراكز، فيه مراكز محددة سيتم فيها يعني الإجراء الورقي اللي هم الناخبين اللي غير مقيدين. طبعا بالنسبة للانتخابات في البلدية ضروري للناخب أن يكون مقيم ومقيد في سجل الناخبين، وأي ناخب غير مقيد يضطر للذهاب إلى المراكز اللي حددتها المفوضية ويتقدم بمستنداته الورقية ويتم إجراء تسجيله. فبالتالي المراكز معلنة، ما هيش في القرار الآن اللي صدر اليوم، لكن موجودة في القرارات السابقة يعني معلنة، وفي صفحتها معروفة المراكز الانتخابية بأرقامها، وبالتالي هذا بديهي للمواطن لأنه يتوجه لهذه المراكز لتسجيل أرقامها في رسائل النصية والتوجه لاحقا. لأنه التساؤل انطلق من أنه فكرة أنه هذه المراكز الاقتراع هل تستند المفوضية الوطنية للانتخابات على ما أنجزته اللجنة وما حددته اللجنة المركزية للانتخابات فيما مضى، أم أنه هناك أرقام جديدة حددت؟ لأنه لو أتينا لعدد الدوائر تقسيمها وتسميتها مختلف عن أسماء الدوائر وأرقامها فيما مضى. طبعا اللجنة المركزية المفوضية التجأت لمكاتبها اللي هو 25 مكتب انتخابي المتواجدين على كامل التراب الليبي، وهذه المكاتب تتبعها موزعين عليها البلديات واللي هي الدوائر الانتخابية اللي تابعة هذه البلديات. فبالتالي المراكز اللي هي بعض منها مراكز مشتركة وبعض منها مراكز غير مشتركة، فبالتالي المفوضية عندها أرقام وأضافت أرقام جديدة، فهذا يعتبر هو يعني أي منطقة فيها طلب لعدم توفر فيها مراكز هذا إجراء عادي وروتيني. لكني لا أعتقد المراكز الانتخابية الموجودة موزعة على بطريقة يعني تتمكن المواطن من الذهاب إلى أقرب مركز انتخابي ليه. في طبعا في موضوع حساس في الانتخابات البلدية اللي هي بعض المراكز الانتخابية لازم ما تكونش حدودية بين بلديتين، للأسف لأن الحكومة لم تقم حتى الآن بتحديد الحدود الإدارية للبلديات، ففي مراكز يكون متنازع عليها، بالتالي دائما يتم استبعادها من تسميتها كمراكز واللجوء إلى مراكز واضحة الأماكن وتبعيتها لأي بلدية. مسألة التنازع يعني التي أشار إليها ضيفي سيد يوسف الديري من ناحية العمليات الانتخابية، نعم واضح تماما. مسألة التنازع على ربما الحدود الإدارية، هذا يدفعنا للتساؤل عن البلديات المستحدثة الآن والتي هي استحدثت وحظيت بالشرعية من قبل حكومة حماد ولم تحظى بالإجماع الكامل حتى تصبح بلدية في ظل هذا الانقسام السياسي، وحددت لها مقاعد بعينها. وفق أي أساس تعتقد بأن البلدية المفوضية حددت هذه المقاعد ما لم يحسم الجدال أو الجدل حول الحدود الإدارية لكل بلدية حتى بناء عليه يتم تحديد عدد السكان ومن ثم تحدد المراكز الاقتراع وفق هذا العدد من السكان إلى غيرها من الاحتياجات أو الإجراءات؟ كيف بدا لك موقف المفوضية في هذا الشأن؟
2014 عندما حدث انقسام سياسي بين الحكومة اللي كان رئيسها في الشرق عبد الله الثني، وكان طبعا في الفترة السياسية تلك كان في تساهل كبير لمنح أي مجموعة تأتي أي وفود اجتماعية، كان يعطوهم صلاحية إصدار قرارات لإنشاء بلديات. طبعا في إشكالية هذه قعدت متفاقمة إلى أن جاءت حكومة الوفاق الوطني وأجازت إنشاء 9 بلديات مستحدثة، وهذه البلديات هي جزء أصيل من بلديات كبرى اللي كانت واضحة المعالم واضحة الحدود وما كانش في إشكاليات. الأمر هذا طبعا ما للأسف أن في حكومة الوحدة الوطنية استمر هذا الإعطاء الصلاحيات أو قرارات بإنشاء بلديات جديدة دون تعيين حدودها الإدارية، وهذا حيسبب مشاكل حتى في المستقبل وليس في مسألة الانتخابات فقط. هذه من المشاكل القائمة وما زالت مستمرة. للأسف أن تم التوسع في منح عدد كبير جدا من البلديات، في الأصل كان يتجاوز 100 فقط في 2013، حاليا بالك وصل 150، وما زال الأمر قاعد قابل للزيادة. فكان في بلديات عدد سكانها أقل من 100,000 تم تقسيمها لثلاث بلديات، وهذه من المشاكل الكبيرة اللي خلقت نوع من الاضطراب في موضوع الإدارة المحلية وحتى في موضوع الانتخابات. وبالتالي الخيارات التي كانت يجب أن تتجه نحوها المفوضية ما هي حتى تتجاوز مسألة الإشكالات والجدل الحاصل بين بلديات كبرى وبلديات استحدثت ضمن نطاق كل بلدية؟ هل كانت على المفوضية اتخاذ بعض الإجراءات قبل أن تعلنها في هذه القوائم أو ربما في القوائم الأخرى؟ ما زالت سياسة الركض نحو الأمام هي كلها. طبعا هذه مسألة تختص بها وزارة الحكم المحلي اللي أنشأت هذه أو اعتمدت هذه البلديات، وطبعا كان اعتمادها ليس بناء على إدراجها في الانتخابات، فكانت أصل حاجة هي بدعة قانونية تم استحداثها من وزارة الحكم المحلي اللي هي مجال تسييرية لا يوجد لها أي أساس في القانون. فهذا الأمر هو اللي سبب مازال في تعطيل، حتى كان سبب عدم الإسراع في الانتخابات، لأن في يرى بأن هناك استقرار بمجال تسييرية، كان 7 أنفار يصدر لهم قرار بمجلس تسييري يعامل معاملة المجالس البلدية المنتخبة، وهذا بالإمكان يعني اطلاع حتى المواطن عليه يعرف أن عدد البلديات المستحدثة تو حاليا أتوقع أن عددها كبير وقد يكون أكثر حتى من بلديات المنتخبة. فهذه المسائل لن تستطيع المفوضية حلها لوحدها يعني. لكن المسألة الأخرى في عجالة هو السيد سالم يبدو أنه ربما بشكل أو بآخر قلل من فرضية أنه الانقسام السياسي أثر على سير العملية الانتخابية، ويقول لك بالعكس على العكس تماما، هناك الانتخابات أجريت ضمن تحت إدارة اللجنة المركزية عبر السنوات السابقة والبلد كانت تعيش حالة الانقسام السياسي. ما نظرتك لذلك؟ هل حتى في هذه الحالة وفي هذه الوضعية التي تمر بها البلد، حالة التنازع على الشرعية بين حكومتين، ستشكل عامل سلبي بالنسبة للمفوضية أم ربما يمكن التغلب عليه؟ السؤال موجه لي. نعم سيد يوسف. أرى أن المزال الأمر أكثر تعقيدا من 2014 و 2013 والسنوات الأولى، لأن ما كانش فيه تنازع للمجالس البلدية وكان الانتخابات تجرى بشكل يسير، لكن لاحظنا في السنوات السابقة يعني القريبة خاصة في المنطقة الشرقية كان فيه تنازع كبير، وكان فيه استخدام حتى نوع من الضغط العسكري وغيره لإيقاف انتخابات مجالس بلدية معينة. أتذكر أن بلدية جدابي حصل فيها إشكالية. لا أرى أن الموضوع حيصير بوفق ما تراه المفوضية بروح التفاؤل اللي وضعت العدد الكبير هذا من البلديات التي ستنفذ فيها الانتخابات. طبعا في إشكالية أخرى، أن هي مسألة التوقيت، هي 4 سنوات هي العمر المحدد للبلديات، فهذا مسألة لم تعالج ولم تكن هناك أي محاولات لإنهاء المجالس البلدية في خلال 4 سنوات، ومثل بعض الدول اللي تجري يوم وطني للانتخابات على كافة مدنها وبلدياتها، وللأسف أن هذا مازال أن الأمر يعتبر ترقيع أنا حسب ما نشوف فيه، هو مسألة لن تجرى بالشكل اللي تفائلت به المفوضية. سيد معيتيق، لكن عندما نأتي إلى القائمة التي أعلنتها 60 بلدية وفق المفوضية الوطنية للانتخابات، من المنتظر أنها ستشهد عملية انتخابية، لكن هذه القائمة خلت من البلديات الكبرى في المنطقة الشرقية، نتحدث عن بنغازي، عن طبرق وغيرها. ما الذي يعني بالنسبة لك؟ إلى ماذا يشير
لو قارنا بين البلديات التي موجودة في المنطقة الشرقية قد ينظر إليها البعض أنها مستحدثة أو حتى على المستوى عدد السكان إلى غير ذلك هي بلديات صغيرة لا تقارن بالبلديات الكبرى. لماذا اختارت هذا النهج مفوضية الانتخابات في تقديرك؟ هو أخي نبيل بالنسبة لوزارة الحكم المحلي يعني منذ سنوات طويلة صنفت البلديات إلى ثلاث تصنيفات، تصنيف ألف وباء وجيم. بالنسبة للتصنيف ألف لا توجد فيه حسب علمي إلا بلديتان فقط، هي بلدية مصراتة وبلدية بنغازي نسبة إلى الرقعة الجغرافية الكبيرة جدا وكذلك إلى نسبة تعداد السكان. الكثير من بلديات خاصة داخل طرابلس الكبرى يعني هي من الفئة باء، ومعظم باقي البلديات هي من الفئة جيم باعتبارها كبلديات صغيرة يعني نسبيا سواء في رقعات الجغرافية أو في تعداد السكان. لكن كما أشرت لك قبل قليل يعني التضارب الكثير وكثرة اللوائح التنفيذية وتعديلاتها يعني وضعت الكثير من المطبات من ضمنها يعني هذه الجزئية. الآن يعني عندما يعني في اللائحة الأخيرة التي أعدتها المفوضية يعني وتصنيفها لهذه البلديات من تصنيف ألف يعني أعتقد أن هناك بلديتان يعني بلدية مصراتة مستهدفة يعني بالانتخابات وبلدية أخرى أيضا حتى من شرق البلاد يعني لا يحضرني ذكرها، لكن أعتقد بأنها يعني كلا البلديتان سوف يضاف أعداد المجلس البلدي إلى 11 عضوا يعني غيرها كلها يعني مجلسها البلدي سوف يكون 7، وهذه أيضا من ضمن المطبات الأخرى. هذه البلديات الكبرى يعني أو التصنيف ألف كان من المفترض أن تعامل بطريقة الانتخابات بطريقة مختلفة. مثلا لو أخذنا على سبيل المثال بلدية مصراتة تتكون يعني في الأساس من 12 فرعا بلديا كل يعني وكل فرع بلدي يتكون من وحدات إدارية ومحلية أصغر وهي المحلات، نتحدث عن أكثر من 66 محلة ضمن 12 فرع بلدي في بلدية واحدة، فبالتالي لا أعتقد أنه يستوي للتعامل الانتخابي مع باقي البلديات. كان الأولى في العملية الانتخابية ألا تجرى يعني بلدية مصراتة مثلا على سبيل المثال كانتخاب بدائرة واحدة، لأن إرادة الناخبين سوف تكون أكثر مصداقية وأكثر تمثيلا وأكثر ديمقراطية عندما يعني تأخذ كل فرع بلدي كدائرة انتخابية وتجرى فيه الانتخابات لكي يتشكل مجلسها البلدي وفق هذه النظرية الديمقراطية، وهذا المعمول به في كل الديمقراطية الرائدة في العالم، ونحن في ليبيا لسنا بدعة من العالم. أيضا مسألة عدم العدالة في التصنيف، لا يمكن أن نساوي هذه البلديات الألف سواء بتعداد وسكان بباقي البلديات الأخرى الأقل رقعة جغرافية وكذلك أقل في تعداد السكان وأقل أيضا في يعني حتى الموارد والخدمات التي تستهلكها هذه البلديات. الأستاذ سالم قبل قليل ذكر جزئية أود أن أعلق عليه وهي بأن الأمر لم يكن سياسيا عندما نقلت من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التي كانت منقسمة ووضعت في جسم واحد هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأن هذا الأمر حسب وصف السيد سالم بأنه سوف يعطي نوعا من القوة للبلديات التي سوف تشرف عليها المفوضية والتي سوف تنتخب بهذه الطريقة. سيد سالم القوة تستمدها هذه البلديات ليس من الجهة التي تشرف على انتخابها بقدر ما هي الجهة أو الحكومة التي تتبعها، بالتالي يعني شهدنا الكثير من التدخلات السياسية في شرق البلاد لمنع مجالس بلدية تم انتخابها سواء في جدابية أو حتى نذكر جميعا يعني ونحن كنا نشاهد على هذه القناة الموقرة الحديث عن انتخابات المجلس البلدي في درنة وكيف تدخل حفتر بشكل مباشر في إيقاف هذه العملية. الأمر الآخر يعني كانت هناك عوائق قانونية يعني أعتقد بأن بعض البلديات نتيجة الطعون التي قدمت في اللائحة التنفيذية السابقة وهي التي تدخلت فيها حكومة الوفاق بتعديل الانتخاب من الصورة الفردية الانتخاب بنظام القائمة فقط القائمة المقفلة
قدمت طعون وكسبت قضايا وتم تغيير حتى مجالس منتخبة بطريقة القائمة حسب ما أعلم، أظن أنها ربما في بلدية زوارة أو بعض البلديات الأخرى، وأعيدت أو أعيد المجلس التسييري، والمجلس الذي تم انتخابه يعني لم يستلم، فلا أذكر البلديات بالضبط، ولكن أعتقد أن هذه الطعون كانت هناك يعني عوائق قانونية واجهت هذا الأمر. الآن يعني مسألة التداخل، يعني بعد أن أخذنا قانون رقم 59 الذي أعد في سنة 2012 من قبل المجلس الثوري في ذلك الوقت، هو المجلس الانتقالي، وكيف أنه وضعه في سكة وزارة الحكم المحلي، عندما تأتي في سنة 2024 وتقول بأن دخول المفوضية على الخط هو من أجل توحيد ومن أجل البعد عن الجانب السياسي وبعد عن هذا الانقسام ما بين الحكومات، كيف يمكن أن تتعامل يعني مع الحكومات، والحكومات الآن بإمكانها أن تغير جزء مهم جدا وهو الحدود الإدارية لهذه البلديات، بإمكانها أن تدمج بلديات، بإمكانها أيضا أن تلغي التمويل على العملية الانتخابية برمتها، وهو سؤال مهم. فبالتالي الحكومات حتى هذه الساعة لا تزال متورطة بشكل كبير، وبإمكانها أن تعرقل إذا أرادت عرقلة العملية الانتخابية. سيد سالم بن تاي، الحديث وإشارتك إلى مسألة بأنه ربما البلدية الكبرى لم يحن دورها نظرا لأنه تحتاج إلى أموال أكبر، وقد يكون البداية بالبلديات الصغيرة في مختلف المدن، لكن البعض عندما نتحدث عن بلديات الشرق والتي أشار ضيفي قبل قليل إلى تعيين عمداء بلديات غير منتخبين، وأنت تدرك تماما القرارات التي اتخذها الحاكم العسكري آنذاك الناظوري، قال بموجبها عمداء بلديات منتخبين وعين عسكريين خلف لهم، يعني بلدية بنغازي، شحات، الكفرة، لبيار، سلوق، السدرة، بلديات كثيرة. ألا يعكس أنه عدم ذكر هذه البلديات الكبرى أنه استمرار لحالة هيمنة، ما رفض لهذه الجهات لأن تجرى هذه الانتخابات في هذه البلديات على عكس ما تريد؟ طبعا البرنامج المستهدف والمعلن يخص كافة 106 بلدية المنتهية ولايتهم القانونية، وطبعا في أشياء كثيرة حدثت في السابق من ناحية تغيير الأجسام المنتخبة، طبعا في أشياء، لكن الآن يجب التعامل مع الواقع اللي أمامنا. في السنة الماضية 23 صارت انتخابات في المنطقة الشرقية وكذلك المنطقة الغربية والجنوبية، فصارت الإشكاليات، مثلا سمعت الحديث كثيرا عن جدابية كانت الإشكالية الكبيرة هو عدم تطبيق الفعلي لموضوع، يعني كانت فكرة نظام القائمة، ما هو النظام القائمة؟ هي الفكرة أن تأتي يكون فيه لا تكون صراعات فردية، بل يكون صراعات من ناحية برامج انتخابية تتصارع، والمواطن الناخب يختار الأفضل. فالقائمة المتقدمة للترشح لا يجب أن تكون من قبيلة واحدة، فهذا الإجراء اللي كنا عملنا به كلجنة مركزية، أن دائما يكون القائمة متنوعة أو ترفض. وأعطيت مثال سابقا ولازلت نعوده، بلدية أوباري كانت في اقتتال شديد وفيها من مكوناتها الإخوة التبو والتوارق والعرب، وصار فيه تهجير وصار حرب يعني ضروس، لكن لما جت لهذا في انتخاب، وكان في انتخاب فردي في الفترة الأولى في 2014، والاقتتال تم وتهجير في بعده، لما قمنا بإعادة الانتخاب في سنة 2019 لبلدية أوباري تحديدا، التجأنا لنظام القائمة، ونظام القائمة كنا نرفض أي قائمة تأتي من قبيلة واحدة، لابد أن تكون قائمة متنوعة، وبالتالي تنزع فتيل الاقتتال والصراع الداخلي. لم يتم ذلك في موضوع جدابية، ما هوش موضوع سياسي فقط، بل موضوع قبلي، وصراع قبلي شديد هو اللي حدث في جدابية. فكان بالإمكان من الإدارة الانتخابية أنها تلتجئ إلى إجراءات تمنع الصراع القبلي وتحوله إلى صراع على مشاريع تخدم الناخب، وبالتالي تنزع فتيل هذه الصراعات. وبالتالي هذا إجراء يعني يأتي بالخبرة والعمل، فهذا الأمر تقريبا مرينا به كلجنة مركزية، والآن المفوضية تستفيد من الخبرات ومن هذه التجارب، وستين بلدية قد لا تنجح كلها 60 بلدية، ولكن العملية الانتخابية طبعا ما نقدرش في ظل الظروف اللي ذكرها جميع الأخوة الحاضرين للإدارة المحلية وإشكالياتها في ظل الانقسام
والخبرة الجديدة اللي صارت وتقاعس مجلس النواب عن إصدار القوانين المطلوبة لاستكمال متطلبات العملية الإدارة المحلية فيما يخص إنشاء المحافظات، فيما يخص تعديلات القانون 59 للأفضل، لم يتم تعديله، لازال قانون 59 يتحدث عن مقعد لذوي الإعاقة من الثوار. من هم الثوار؟ وفبعد يعني من 2011 لحد الآن قاعد الأمر هذا لم يتم تعديله، فإحنا لازم نتعامله بالواقع اللي أمامنا. الواقع اللي أمامنا تتحرك من ناحية عملية، نعم، بأنك تصدر أفضل لوائح اللي هي بالعكس، وكان النظام الفردي رفضوه العديد من العمداء، وجو كان هم اللي ضاغطين في اتجاه موضوع الانقسامات صارت في البلديات العديد. مثلا نذكر بلدية بارد كرتا بكري صار فيها أربع مرات، لكن هناك حالات أخرى أكثر سلبية يا سيد سالم، فهذا تم لجوء لقصة القائمة، نعم، وتم تبنيها هذا الكلام. هذا الحديث قد يبدو نظر سيد سالم، الأمر هذا يأخذ سنين من التجربة ومن التعايش مع مواضيع الانتخابات والإدارة. سيد سالم هل تسمعني؟ البلد تنمو وتطور تدريجيا، ولا يمكن حل حالة المشاكل من في فترة وجيزة سيد سالم دون إجراء انتخابات. هل تسمعني بشكل واضح؟ هل تسمعني الآن بشكل واضح؟ أي تفضل. إيه؟ هذا الحديث على أنه فلسفة وفكرة أنه السباق الانتخابي يتحول من فردي إلى القوائم، وأنه كل قائمة تكون متنوعة على الأقل اجتماعيا داخل كل بلدية، لكن لو أتينا إلى الواقع إلى نماذج قريبة الآن تدرك تماما ما حدث في درنا قبل إعصار دانيال. هناك احتجاجات في مجموعة تسمى أولياء دم، حرقت صور دعائية لقائمة إعمار، اختطفت مدير شركة الخدمات العامة سابقا في درنا طلال هنشير مطالبة بعدم ترشحه لعدة اعتبارات ذكرتها. ألا يبدو لك بأن هذا الواقع هو الذي هذا الواقع هو الذي جعل بأن هناك بلديات في المنطقة الشرقية حتى هذه اللحظة لن تذكر لا الآن ولا فيما بعد ضمن المرحلة الانتخابية الجديدة، لأن هناك معطى على الأرض أكثر صعوبة. نزيد نذكرك يا سيدنا أن في الانتخابات الماضية كانت حدثت أشياء كبيرة، يعني مثلا في بلدية الجميل تم حرق الصناديق والممارسات تحدث خاطئة في موضوع عديد من البلديات، وأنا لن ندافع ما حدث درنا، أكيد هذا شيء غير مقبول، والتدخل في أن جلب يعني سلب حرية المواطن من التعبير عن رأيه بإجراءات القانونية اللي يكفلها لقانون 59 هذا ما فيش شيء حد يحكي عنه، ولكن الممارسات هذه حدثت في بلديات عديدة. حدث في بلدية القردة تم حرق أوراق وصناديق اقتراع ومراكز انتخابية، تم العجلات نفس الشيء، وأجهدت العملية الانتخابية في تلك الأماكن. فالمناطق كل هذه عبارة عن يعني تصحر في الوعي الديمقراطي موجود لدى طائفة عديدة من الشعب الليبي، واحتاج إلى مجهود جبار ولنقل المعلومة الحقيقية وكيفية الممارسة الديمقراطية، وهذا مجهود. سأعودك في هذه النقطة مرة أخرى. الجميع. سيد يوسف بديري، ترى بأنه كل هذه الوقائع والمعطيات التي طرحها ضيفي وما حدث في مراكز انتخابية مختلفة سواء في الشرق في الغرب أو حتى ربما في غرب طرابلس ما ذكر السيد سالم بن تاهية، هل ترى بأنه أمر يسهل عمل المفوضية أم كان على المفوضية أن تتخذ جملة من الإجراءات قبل أن تعلن هذه القائمة من الانتخابات في مختلف بلديات؟ وكان السيد سالم يقول لك بأنه المعالجة تتم بشكل متتالي ولا توقف العملية برمتها. لا أعتقد أنها بمثل هذا الرأي أن هي قادرة على إجراء الانتخابات بشكل كامل وبشكل محايد وبعيدا عن تأثير القوى العسكرية في المنطقة الشرقية مثالا، أن الأمر حيكون فيه صعوبة، وإذا كان الأمر لو كان صحيح كان دون استثناء أي بلدية كبيرة أو صغيرة متى حان موعد الانتخابات فتكون الأولوية لها قبل كل شيء. فاعتبارات أرى أن هناك اعتبارات أخرى ليست موضوع الجاهزية أو
الميزانية ولا غيرها، كان الأولى بقدم الوقت الذي كان يجب أن يكون هناك فيه انتخابات بلدية. سيد بعيتيك، في ذات النقطة ما الإجراءات التي كان يجب على الحكومة أو عذرا المفوضية اتخاذها قبل أن تعلن هذه القائمة؟ هذا من جانب. وما مصير المجالس التسريع التي أعلنت عنها حكومة حماد؟ هل ستمثل هذه الحكومة لهذه الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية، أم المشهد على مستوى البلديات سيستمر في حالة الانقسام حتى وإن أجريت هذه الانتخابات وخرجت النتائج وقبل بها الجميع؟ أخي نبيل، توقع بأن مسألة الديمقراطية في شرق البلاد الآن في وجود خليفة حفتر ووجود عقيلة صالح ليست موجودة نهائيا يعني، وبالتالي نحن يعني نخالف الواقع إذا أردنا أن نصور الأمر بعكس ذلك الأمر. لاحظنا يعني إن كان هناك شبهة في موضوع يعني زي ما كان يتحدث الآن الأستاذ سالم في موضوع انتخابات المجلس البلدي إجدابية، فالموضوع كان واضحا ليست يعني من فعل بعض الأطراف الشعبية في انتخابات درنة، بل بفعل إرادة سياسية وعسكرية هي من أوقفت الانتخاب عملية السياسية. أيضا أستاذ سالم، احنا نتعلم منك مسألة المراحل الانتخابية المهمة، بداية من فتح سجل الناخبين ثم المترشحين وكذلك مسألة الطعون. كيف يمكن أن نفهم بأن ما حصل في بلدية إجدابية أن تقبل هذه القائمة التي وصفتها بأنها قائمة قبلية ويتم تسجيلها من قبل الإدارة الانتخابية في إجدابية في ذلك الوقت، وتذهب إلى مرحلة النشر ومرحلة الطعون وتتجاوزها وتدخل عملية الانتخابات ثم توقف لاحقا؟ فمسألة الطعون ما جعلت إلا مثل هذا الأمر، وبإمكان يعني أن تتدخل الدائرة الانتخابية في هذا الأمر، أو أيضا أن تتدخل الطاعنين في صحة هذا الإجراء بأنها يعني قائمة قبلية صرفة ولا يمكن تمريرها إلى مرحلة يوم الاقتراع. فبالتالي العملية الديمقراطية كما ذكرت لك غير واردة. أما مسألة أن بعض البلديات كبرى وغير كبرى، ذكرت لك في البداية أن تصنيف وزارة حكم المحلي اثنين من البلديات، بلدية بنغازي وبلدية مصراتة، هي من التصنيف ألف فقط في ذلك الوقت. فالآن بلدية مصراتة الآن مقبلة على هذه الانتخابات لأنها من ضمن 60 بلدية التي تم الإعلان عنها. فمسألة الميزانيات أنها مخصصة فقط للبلديات الصغرى وليس للبلديات الكبرى، لا أعتقد أن الحجة هذه صحيحة، لأن بلدية مصراتة موجودة، بلدية بنغازي غائبة عن الانتخابات. ونعلم بأن بلدية مصراتة استلمت الآن في وهي ستسلم في موعدها الرسمي، بينما بلدية بنغازي كانت معين عليها حاكم عسكري من قبل عبد الرزاق النظري. سيد سالم بنتاية، إذا كنت تود أن ترد لك حق الرد بطبيعة الحال طالما ذكر اسمك، لكن فيما يتعلق بمسألة الأموال، عندما لا تسير الأموال بالقدر الكافي، تعتقد بشكل أو بآخر بأن الحكومة على الأقل حكومة الوحدة الآن تعبر عن عدم حماسها، غير متحمسة لإجراء الانتخابات البلدية؟ هل لها غايات من وراء ذلك في تقديرك على الأقل؟ ما اعتقدش ان طبعا اللي نتحدث عنه هو ان المفوضيه محتاجه للاموال كما كانت محتاجه اللجنه المركزيه سابقا لتنفيذ العمليه الانتخابيه، وتشتغل الان بقدر الاموال المتوفره. فما نعرفش ليه الحكومه الوحده الوطنيه او الحكومه الليبيه اللي في المنطقه الشرقيه ما وفروش الاموال الكافيه، وهذا واجبهم. ويجب أن بالعكس هذا استحقاق لمجلس النواب اللي هو أصدر هذه القوانين، يجب أن الميزانية والأموال تصرف للمفوضية بغض النظر يعني عن إرادة الحكومتين. فهذا إذا كان ويجب يكون المفوضية ما هو أمامها هو تطبيق اللوائح والقوانين بما تتوفر من إمكانيات وفي ظل القوانين الظروف المتوفرة. فستين بلدية عدد كبير، عدد لا بأس به، وهذا حيعطي زخم. لو تحرك 60 حيتحرك اللي بعده، او حتى يعني هذا الامر فلا بد من ليس امام الجزء الاداره الانتخابيه الا ان تقوم بواجبها، وبالعكس في انتقاد على التاخير، ويجب التحرك في هذا الاجراء.
وأعتقد أن هذا إيجابي ومهم أن العملية الانتخابية تباشر ويجب نستقبلها. طبعا من الصعب أن نتنبؤ بأنها حتنجح 100% 50% 60%، لكن لابد أن توكلوا على الله، وطالما القوانين أمامها وفي إمكانيات لتنفيذ هذا الجزء وهذا الجزء هو عنده استحقاق كما بقية الأجزاء. نعم، بالنسبة لذات النقطة سيد يوسف ديري، مسألة الأموال، سبق للمبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي أن طالب حكومة الوحدة إلى اعتماد الميزانية اللازمة للمفوضية كي تستطيع التعجيل بالاستعداد للانتخابات البلدية. وأيضا فيما مضى مفوضية الانتخابات قالت بأنها تواجه تحدي فني وآخر مالي متعلق بالتأخير القائم في تحديد الاستحقاق وفق المواعيد المخطط لها. هل يعني ذلك بأن المفوضية تحديات ما تزال تواجهها وبالتالي استعجلت في هذا الإعلان؟ ربما الانقسام السياسي أثر، الحكومات غير متحمسة، ما تقيمك لما تعاني المفوضية في تعاطيها أو في تعاملها مع مختلف الحكومات؟ زي ما قلت لك، هو يعتبر، أنا أرى أنه موسم، بالإمكان تحريك عجلة الانتخابات البلدية. مسألة ممكن أن نقول أن التأخير الانتخابات النيابية، فالمفوضية ممكن وجدت لها شغل في الموضوع هذا، نتكلم بصراحة، غير قادرة، لأن أرى أنها غير قادرة على إنجاز الانتخابات 60 اللي أعلنت عليها أو أكثر. مسألة الأموال هذه مسألة ممكن نسمعها من 5 سنوات أو 6 سنوات من أيامات حكومة الوفاق، لما كان في مطالبة بانتخابات مجلس البلدي غريان، والأمر هذا مازال ما دام قاعد الإشكالية في توفير أموال وإجراء الانتخابات وتنازع تو حاليا اختصاص بين حكومتين. أنا أشوف أن الموضوع قاعد مازال غير واضح ولن ينجز بالشكل الصحيح ولا بالشكل المرضي عنه بالنسبة للانتخابات. المسألة اللي مهمة جدا نتكلم عليها اللي هي موضوع المجالس البلدية في حد ذاتها، مجالس البلدية في حد ذاتها إلى يومنا هذا بعد أكثر من تو حاليا من 2014 أو 2013 تم جهات انتخابات، لم تنال أي اختصاص يعني يعتبر حقيقي، سواء في الخدمات أو في غيرها أو في الإيرادات المحلية، ولا نلتفت إلى الأمور الدعائية من حيث نقل اختصاصات وغيرها. ما زالت المجالس البلدية تمارس إدارة الأزمات والسعي نحو الأجهزة المركزية لنيل مشروعات تكون مرضية أمام المواطنين. فهذه مسألة تحتاج إلى النقاش أكثر حتى من موضوع الانتخابات، بالإضافة إلى أن موضوع الانتخابات يجب أن يكون 4 سنوات ويكون فيه تغيير، ما زال، لكن الأعذار متاع ميزانية أو اتفاق أو غيره، ويجب أن يكون القاعدة عامة ومجردة على جميع البلديات، وليس هناك اعتبارات أخرى سياسية أو عسكرية تؤجل انتخاب مجلس بلدي بعينه. سيد معيتيق، المسألة الأخرى المتعلقة بالانقسام السياسي الآن، أشرنا إلى فكرة التنازع على الشرعية بين الحكومتين، كيف يمكن نلقي بظلال على قدرة المفوضية على أن تنجز هذه العملية الانتخابية في مناطق مختلفة من حيث مستوى النفوذ والتبعية السياسية والتبعية أيضا لمختلف الحكومات؟ ترى بأنه ممكن هذا الأمر أم يصعب في هذا الوقت؟ لا هو يستحيل، مش غير يصعب أخوي نبيل، قلت لك أن يعني يحاولوا أن يصوروا بأن نقل الموضوع إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قلت لك أن كان الأمر ده في سنوات مبكرة كنا معاه، لا يحاولوا تصويره بأنه هو يعني بعيد عن السياسة وبعيد عن إخراج كلتا الحكومتين عن الموضوع الانتخابات البلدية، لكن في واقع الأمر متشعب متداخل. بإمكان هذه الحكومات أن تغير من الحدود الإدارية لهذه البلديات، بإمكانها أن تحل البلديات، بإمكانها أن تدمجها، بإمكانها يعني أن تمنع التمويل على العملية الانتخابية، وبالتالي سوف تتوقف. أيضا يعني كان هناك سوابق، يعني شاهدنا حتى في إشراف انتخابات أو إشراف المفوضية الوطنية العليا على الانتخابات النيابية والرئاسية والتسجيلة في مناطق متعددة من ضمن الجنوب وغيرها، يعني كيف تلك الميليشيات المسلحة منعت هذه المفوضية من إجراء العملية الانتخابية؟ أيضا ما حصل في درنة، أيضا ما حصل في جدابية، رغم أن تمنيت الأستاذ سالم يجيبني ولكن عدم إجابته هي بحد ذاتها يعني إيصال لرسالة مهمة واضحة يعني بالنسبة لي تلقيتها. فبالتالي لا
يمكن لإجراء مثل هذه الانتخابات. أيضا في الجانب الآخر لاحظ يعني هناك كوتا سياسية غير معلنة بين الأسام الرئيسية في العملية السياسية الليبية، سواء منها النيابية أو التنفيذية، ما بين أجهات مختلفة من ليبيا ومن ضمنها الحكومة. فبالتالي وضع بعض البلديات المؤثرة في تشكيلة الحكومة أو التي يعني من نصيبها بعض الكوتات في هذه العملية السياسية قد يكون له مغزى، وقد يكون له نوعا من الضغط من مجلس النواب ومن بعض الأطراف على العملية السياسية وعلى بعض الجهات السياسية الرسمية الموجودة الآن حاليا في المعادلة السياسية الليبية. سيد سالم بنتاي، الانقسام السياسي الذي أشرنا إليه فيما مضى وحالة التنازع على الشرعية، ألا يمكن يشكل ضغط على المفوضية من حيث أداء مهامها ويضعها أمام اختبار حقيقي في مسألة إمكانية إجراء هذه الانتخابات، خصوصا هناك أصوات متشائمة من إمكانية أن تجري هذه الانتخابات في هذا الوقت الذي حددته المفوضية، وكيف يمكن أن يلقي أيضا بظلاله على صورة المفوضية؟ طبعا احنا اعطينا يعني وزن ثقيل او وزن كبير للانقسام السياسي وموضوع السياسه في الانتخابات البلديه. انتخابات البلديه ما هي الا انتخابات لخدميه، خدمه للمواطن. احنا راينا على سبيل المثال كلجنه مركزيه في 2019 تحديدا اثناء الحرب على طرابلس في بلديه سبها صدر قرار من وزير الحكم المحلي بالمنطقة الشرقية بمنع الانتخابات البلدية في سبها، ولكن مواطنين سبها أصروا وفرضوا انتخابات المجلس البلدي في سبها في 2019، وتم انتخاب العميد المرحوم الشاوش غربال بعملية ديمقراطية قبلة، ودخلت المحاكم وفاز بالعملية والحمد لله مرت. الضغط المحلي في كل بلدية هو ينجح الانتخابات أو يفشلها، فبالتالي وهو أقوى من الضغط السياسي اللي موجود في العام، وبالتالي كل مواطن عنده قبيلته وعنده أهله وعنده ناسه ومحتاجين لإجراء الانتخابات لأخذ دورهم أو عدم للتعبير عن عدم رضاهم على الإخلال بالخدمات البلدية. والضغوطات اللي عشناها كلجنة مركزية تأتينا من المكونات ومن المواطنين المقيمين في البلديات، ليس من لا من الحكومات ولا من السياسيين. السياسيين يأتوا تلبية لضغوطات شعبية عليهم، يعطينا عضو مجلس النواب يقول بلديتي أمتى تأخرت عليها لأن في ضغط من أهله وأقاربه وناسه في منطقته. وبالتالي الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات العامة. الانتخابات العامة ربما موضوع السياسي لها، ولكن ما ننقوش يعني لو أسقطنا ما يحدث في الانتخابات العامة، لو أسقطنا هذه الحالة التي أشرت إليها الشأن البلدي، وهذا الشأن البلدي عشناه كتجربة، طالما الإجراءات فيها نزاهة وفيها يعني المفوضيه او الدار المؤسسه الانتخابيه على مسافه واحده من الجميع وقائمه باجراءاتها بكل نزاهه وشفافيه، وبالتالي نجاحها هو يعني كان يعني هو المهم. مثلا زاد ما ذكرت لكم انتخابات سبها صدر تعليمات للامن ان لا يحمي الانتخابات، فحموها المواطنين ونجحت. بالتالي يعني لو اسقطنا الحاله يا سيد سالم، الاداره الانتخابيه اللي قامت كان مكان من تابع لاي جهه، وبالتالي هذا تجربه عشناها. فنقول لك ان ال 60 بلديه قدامنا يخاض فيهم، وبعدين يبان بعض منهم سينجح والبعض الاخر سيفشل، يعني ما فيش هذا واقع. وبالتالي لابد من البدء في 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 هالبرنامج الانتخابي، هو استحقاق وتاخر عن وقته، فضروري ان توكلوا على الله. من يعني يا سيد سالم اذا كنت الاستماع ان الانقسام سيفشلنا، وبالتالي نقعد ندور في دائره مفرغه. نعم. ونتحدث لنا سنين نتحدث عن لو اسقطنا هذه الحاله التي تحدثت عنها في سبها وممارسه واعطاء المواطنين حقهم في الانتخابات، لو اسقطنا هذه الحاله التي اشرت اليها وما حدث في انتخابات بلدي سبها على المفوضيه وتعاطيها مع الوضع، وكانك تقول أو يفهم من كلامك بأن المفوضية في وضعها الحالي تعول على الشارع أكثر من تعويلها على الساسة أو على الحكومات في إنجاح هذه الانتخابات،
هذا أملها الوحيد الآن المفوضية، تود قول ذلك؟ أنا لا أتحدث عن المفوضية ماذا تعول أو لا، المفوضية تنفذ واجبها، واجبها هو استلمت القوانين الانتخابية، استلمت الاختصاص، وبالتالي يجب أن تقوم به. أنا ذكرت موضوع سبها في ظل اللجنة المركزية اللي كانت تحت حكومة الوفاق في منطقة في الجنوب اللي كان فيها المنطقة العسكرية تتبع المنطقة الشرقية، وبالتالي كان ظروف أصعب. فنشوف في المفوضية في أو الوضع مفروض تكون الأمور أقل صعوبة وأقل حدة، وبالتالي نشوف فيها ما أفضل بكثير من الأوضاع اللي عاشتها اللجنة المركزية سابقا، سواء في المنطقة الغربية أو في المنطقة الشرقية. بالتالي يعني أفضل الأوضاع وما نشوفش فيها إشكالية. نعم. فهذا عن خبرة يعني، هذا اللي أراه. لكن الجانب السياسي والانقسام، بالعكس دور الحكومة تعطي الأموال، إذا حجبت الأموال يبقى هذا إشكالية. إحنا كنا دائما نلجأ للدعم الدولي لتنفيذ الانتخابات معظمها، وكانت حتى في وقت إحنا كنا تابعين لحكومة الوفاق ما كانتش تعطينا في الأموال اللي نحتاج لها. فبالتالي دائما حتى موضوع مثلا مشاركة المواطنين والتوعية وغيرها لا تصرف أموال للتوعية، كلها مبادرات وكانت، ولكن مع هذا الاستحقاق كان أمامنا وكنا متوكلين على الله وتنفيذه. وأعتقد أن الظروف أفضل للمفوضية الآن، فالأمر بدأ بستين بلدية وهذا عدد كبير، لأن اللجنة المركزية ما عمرها قامت بعدد أكثر من 4 أو 5 بلديات في وقت واحد، فهذا يعني تحدي كبير وإن شاء الله بالتوفيق. نعم سيد بديري، أمام هذا الوضع الذي يعتقد بأنه السيد سالم من خلاله يمكن المفوضية أن تعمل وتجرى الانتخابات، صحيح قد تجرى في بعض منها وتفشل في أخرى، لكن العملية ستمضي، أنت ترى بأنه هذا الأمر صعب تماما، لكن لو أردنا أن ننظر من زاوية أخرى، ماذا لو افترضنا بأنه العملية نجحت بكاملها وأجريت الانتخابات على الشكل الذي تريده المفوضية، ألا تعتقد بأن هذا الوضع قد يؤسس لإمكانية إجراء انتخابات برلمانية وبذلك ترد المفوضية بشكل أو بآخر على كل المشككين في قدرتها على إنجاز الانتخابات وتؤكد بأن المشكلة في الساسة لا في المفوضية؟ نتمنى ذلك، نتمنى نجاح المفوضية في إجراء الانتخابات، هذا في حالة أن لم تكن هناك طعون قانونية بشأن نقل اختصاص من المجالس من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للمفوضية. في حالة مر الأمر بدون أي عواقب نتمنى نجاحها، وتمهيدا للانتخابات العامة في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، والتي أرى أنها تكون صعبة جدا في المنطقة الشرقية تمرير مثل هذا النجاح للوصول إلى الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسية إلا بشروط معينة كالمعتاد يعني. فنشوف الموضوع حيكون صعب جدا، بالإمكان تمرير موضوع انتخابات المجالس البلدية، لكن الانتخابات النيابية حيكون حسب وجهة نظر حتكون مستحيلة يعني. في ذات النقطة سيد معتيق، حول الرسالة التي يمكن أن تود إرسال المفوضية عبر قدرتها على إنجاز الانتخابات البلدية حتى ترد بها على المشككين في عجزها عن إجراء الانتخابات البرلمانية. نعم نبيل، هو بالتأكيد يعني آخر عهدنا بالديمقراطية في هذه الدولة كانت هي عبر صناديق الانتخابات البلدية، إعادة إحيائها مرة أخرى بالتأكيد يعني يذكر الليبيين بأن هناك لا يزال ما تبقى من مسار ديمقراطي قد يكون هو الرابط مرة أخرى بالديمقراطية. حقيقة يعني نفرح بأن بعض البلديات الآن جاهزة فيها مجالسها البلدية وتتأهب لعملية التسليم في المواعيد القانونية، جاهزة فيها مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المراقبة، جاهزة فيها وسائل الإعلام لمتابعة هذا العرس الانتخابي، وجاهزة فيه أيضا جموع المواطنين المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي، وقد يكون يعني هذا الأمر حافز لباقي البلديات. حقيقة نتمنى أن نفرح بهذا الأمر في كل بلديات ليبيا. بطبيعة الحال هذا الأمر ليس من مسؤولية المفوضية باعتبارها جسم فني بحت، ولكن هذا أتشاطر فيه مع الجميع، هي مسؤولية الشارع، مسؤولية النخب، مسؤولية الأكاديميين، مسؤولية الأحزاب السياسية التي أقصت
عن جميع العمليات السياسية، يعني من ضمنها مسألة الانتخابات البلدية التي هي طرف فيها في ديمقراطية العالم الأخرى ومحظورة عليها في ليبيا ومحظور عليها حتى الانتخابات البرلمانية وبارك بالانتخابات البلدية. شكرا جزيلا لك سيد رمضان معتيق الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة. كما أشكر ضيفي الكريمين السيد سالم بن تاهية الخبير في انتخابات المجالس البلدية كان معنا من طرابلس، وضيفي أيضا من طرابلس المستشار القانوني وعميد بلدية غليان سابقا السيد يوسف بديري. الشكر لكم مشاهدين على طيب وكرم المتابعة، دمتم بالخير.